قال عز وجل: وابن السبيل. وابن السبيل هو المسافر، والسبيل هو الطريق، وأضيف المسافر إلى الطريق لأنه ملازم له، كما يقال طير الماء، مع أنه يبيض ويفرق في غير الماء لكنه أضيف إلى الماء لملازمته له. وكحديث النبي عليه الصلاة والسلام على توجيه بعض العلماء، قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة ولد زنا، والمراد من هو ملازم للزنا، وليس المراد ولد الزنا، قوله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى.